أسعد الله أوقاتكم إلى كل متتبعي وأصدقاء المشاهد تيفي. يسعدني اليوم أن أقدم حلقة جديدة من حلقاتنا التاريخية عن منظمة إلى الأمام. بعد موجة شديدة من القمع التي عرفها المغرب بعد 1962 ورفض العديد من الأحزاب التقدمية وجملة من مناضليها عدم الرضوخ لسلطة المخزن، وعلى امتداد سنوات الستينيات من القرن الماضي والتي عرفت حالة من المد والجزر بين المخزن والأحزاب التقدمية، قرر عدد من مناضلي حزب التحرر والاشتراكية، حزب التقدم والاشتراكية حاليا الذي كان يتزعمه علي عيطة، الخروج عن الحزب وتأسيس منظمة سرية سنة 1969 وميلاد المنظمة التي ستعرف فيما بعد باسم إلى الأمام. كيف جاءت فكرة تأسيس هذه الحركة السياسية؟ ما هي ظروفها؟ وما هي ملابساتها؟ وما خطها السياسي والإيديولوجي؟ ومن هم قادتها؟ وما الذي دفعته ثمنا لمبادئها ولخطها التحرري، وكذلك ما دفعه مناضلها؟ يعود تأسيس منظمة إلى الأمام مما شهده المغرب مباشرة بعد استقلاله في العديد من الأحداث التي أثرت على المشهد السياسي في البلاد، والذي كان يغلب عليه آنذاك الخلاف الكبير بين القصر والحركة الوطنية، خصوصا بعد إسقاط الحسن الثاني لحكومة عبد الله إبراهيم والتي كان محمد الخامس قد عينها لتشكل حلا وسطا بينه وبين المعارضة. وتوالت الأحداث، فقررت المعارضة مقاطعة التصويت على دستور 1962 واعتبرته دستورا ممنوحا، ثم تقديمها سنة 1964 لما يعرف بملتمس الرقابة الأول في تاريخ المغرب من أجل إسقاط حكومة بوحنيني التي كانت مشكلة من أحزاب موالية للقصر أو ما يعرف بالأحزاب الإدارية. وفي شهر غشت من سنة 1963 عقدت نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب أوطين مؤتمرا دعت فيه صراحة إلى إسقاط نظام الحسن الثاني. وبعد سنتين من ذلك، وبالضبط في 23 مارس من سنة 1965، تجمع التلاميذ وانطلقوا في مظاهرة حاشدة بالدار البيضاء، وتدخل الجيش بقيادة أفقير وأطلق الرصاص الحي على العديد من المتظاهرين، وسقط العديد من القتلى والجرحى والآلاف من المعتقلين. هذه الأحداث الدامية وجدت لها صدى في الشارع وكذلك في البرلمان المغربي، حيث طلب حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، لكن الدولة رفضت السماح لها بالانتقال إلى أماكن التي شهدت المواجهة العنيفة، مع طبيعة الحال مزيدا من الاعتقالات. وبعد 3 أشهر من هذه الأحداث، وبالضبط في 7 من يونيو سنة 1965، أعلن الحسن الثاني وللمرة الأولى في تاريخ المغرب حالة الاستثناء وحل البرلمان، وتعطلت الحياة السياسية في المغرب برمته، وأجمعت الكثير من الهيئات السياسية المغربية عن رفض حالة الاستثناء، خصوصا وأن الدستور، يعني دستور 1962، لم يحدد مدة حالة الاستثناء، مما جعلها تستمر لسنوات. وعرفت هذه المدة أكثر من محاولة انقلابية على الحسن الثاني. وأمام هذا الوضع المتأزم، فقد العديد من الشباب إيمانهم بإمكانية التغيير
من داخل المؤسسات، وقرروا إنشاء تنظيمات سرية كان أغلبها آنذاك يتبنى الفكر الماركسي إضافة إلى فكر القائد الصيني ماو تسي تونغ باعتباره فكرا تحرريا بديلا يدعو إلى العمل من أجل انقلاب شعبي ضد النظام عبر بناء حزب ثوري يتكون من العمال والفلاحين. وهكذا قرر عدد من مناضلي حزب التحرر والاشتراكية، والذي كان يتزعمه آنذاك علي عتا، الخروج عن الحزب وتأسيس منظمة سرية في سنة 1969، وهي المنظمة التي ستعرف فيما بعد باسم إلى الأمام. وفي 30 غشت من سنة 1970 أعلنت المنظمة عن نفسها بزعامة أبراهام سرفاتي وعبد اللطيف اللعبي، ودعت إلى قيام ثورة شعبية ضد النظام، ووجهت سهام نقدها للتوجه العام لحزب التحرر والاشتراكية ولباقي الأحزاب. بعد ذلك تعرضت لقمع شديد وزج بمعظم أعضائها في المعتقلات، كما لقي العديد من نشطائها حتفهم كسعيد النبهي وعبد اللطيف زروال وأمين تهاني والآخرين. وعرفت منظمة إلى الأمام بمواقفها الخارجة عن نطاق الخطاب التقليدي للأحزاب الإصلاحية، خاصة فيما يتعلق بطبيعة النظام الحاكم في المغرب وقضية الصحراء المغربية، حيث أعلنت في بلاغ لها يوم 19 أكتوبر سنة 1975 عن معارضتها للمسيرة الخضراء والتي دعا إليها الحسن الثاني، ووصفتها بالمسيرة الصفراء، وبأنها مسيرة الخداع والنفاق، والتي يهدف من ورائها الحسن الثاني إلى استعباد سكان الصحراء بالقوة والدخول في حرب ضد الجزائر الشقيقة. واعتبرت مشكلة الصحراء مشكلا سياسيا يدور حول حق الجماهير الصحراء في حق تقرير مصيرها وليس مشكلا قانونيا. بالموازاة، يمكن تقسيم تاريخ منظمة إلى الأمام إلى ثلاث فترات، لكل فترة منها خصائصها العامة. تمتد الفترة الأولى من سنة 1970 إلى 1972 على مدار سنتين أو ثلاث سنوات إذا ما اعتبرنا سنة 1969 سنة التأسيس. تميزت هذه الفترة بالسرية وبدخول الفكر الماركسي واليساري إلى الجامعة المغربية، حيث أقبل عدد كبير من الطلبة على الانتساب لهذه المنظمة بشكل ملفت للنظر، أزعج المخزن كثيرا. أما الفترة الثانية فقد امتدت من سنة 1972 إلى سنة 1977، وهي فترة يعني تعتبرها لدى الكثيرين فترة الازدهار وفترة الانتشار، وهي الفترة التي تميزت فيها المنظمة بخطاب يعني جد قوي، ولكنها كذلك عاشت مرحلة من التقهقر والعزلة والتهميش نتيجة التضييق والخناق المفروض عليها، خصوصا بعد اعتقال العديد من مناضليها، وكذلك بعدما قادت نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب أطيم إلى الطريق المسدود بعد سيطرتها عليها، حيث تم حظر المنظمة سنة 1973. وجاءت التطورات التي عرفتها البلاد مع أحداث ضرب عزة، وكذلك مع الانقلابين الأول والثاني واتساع موجة القمع والاعتقالات لتزيد من محدودية تحرك منظمة إلى الأمام، وفضل العديد من زعمائها التوجه للخارج مع تشبثهم بنفس الخطاب على تعرية النظام ورسم صورة قاسمة عنه وعن الأوضاع المعيشية المتدهورة وغلاء الأسعار. أما الفترة الثالثة فهي الفترة التي تلت سنة 1977، وتميزت باختراق المنظمة وبصراعات داخلية
بين مناضليها، مما أدى إلى دخولها في مرحلة من التنظيم الجديد وبنفس الخطاب السياسي والإيديولوجي الحارق. واستمرت الحركة والمنظمة على هذا الحال إلى حدود سنة 1994 مع موجة دائما من الاعتقالات، حيث تمت عودة يعني بعد 94 تمت عودة العديد من قادتها من المنفى إلى المغرب، وخروج المعتقلين من المعتقلات السرية. وفي السنة الموالية 1995 قامت مجموعة من النشطاء السابقين ومن مناضلي المنظمة بتأسيس حزب سياسي أطلق عليه اسم حزب النهج الديمقراطي. ويقول مناضلو هذا الحزب أنهم يشكلون استمرارا لحركة إلى الأمام على المستوى السياسي والفكري والإيديولوجي، وفي كذلك على نفس خطاب المنظمة منظمة إلى الأمام. خلاصة القول، يهدف هذا الحزب الجديد في بأهدافه في بناء اشتراكية كنظام يقضي على الرأسمالية واستغلال الإنسان للإنسان، والنضال ضد تبعية المغرب للإمبريالية الأمريكية، ويتبنى الماركسية كإيديولوجية له، ويعتبر أن العقبة الأساسية في المرحلة الراهنة أمام تقدم المغرب في تحقيق أهدافه هي المافيا المخزنية حسب تعبيره. إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة، شكرا لتفاعلكم، كان معكم عبد الله الثورة، وإلى لقاءة متجددة بحول الله، كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.